بالبير الواحد كان بشي ما يخلصوش يتقص عليه كان بشي يخلصو عبارة عايش مع ليزينك الدار بالكمبيات والبشر بالكمبيات والدنيا مشت ملي مشى نظام البيت كما يقولوا هما الدنيا مشت معاه هو نظام البيت حتى ولو عمل ولا هز ولا قد ما ضربش المواطن بعصات الذل خليها عايش قفته رخيصة ماهي رخيص ضو رخيص عايش برانس يدخل البوتيك يشري عز قطعة بسبعين وبثمانين دينار ما يحسش مي توا حتى كي باش يشري قطعة لبدنك تحسها فاتورة الماء في جرة فاتورة الضوء فاتورة الضوء في جرة فاتورة الماء تبني طاقة عاد زيام تخلص عليه زبلة وخروبة باب زايد زبلة وخروبة خسر الواحد باش يخلص على روحه التيفيا كي بدا يمشي في الكياس يعمل السيرونس هل نراو هما القروضات اللي خذوهم والهيبات شنو يعملوا لنا به اعطيني ماك خديت وريني سواء في تونس الكبرى ولا في الولايات الجهويات ويني باجك لها الماء جندوبك لها الماء ما تلفتلهمش كي الكابونك لها الماء تلفتلهم علاش على عشرة وتلا كيما ذاك كيما ذاك كيما موسى كيما محمد كلهم بيا الله ما انت تساعدوا المواطن وسيسوا لا تكثروا عليه الماء لا تكثروا عليه الضوء ولا خسروا في العيشه وتعيشوا وانتم مرتاحين الاعتصامات لا هو اليوم التعليم ماهوش باش يقري الصحه لا هي باش تعدي احتمال لو كان جينا كيما فلسطين ولا سوريا ولا العراق خير حد ما عاد يخمم في حد هاوك حرب بي انتم تعملوا فيه حرب برد تلعبوا بعصاب الشعب احلفتوا وقسمتوا على اليمين وما وديتوش الوعد خاطر الوعد صعيب واحد كي يقعد واحد يلزم يوري ما عملتوا شيرك رزيتونا بالكمبيالات هاو الماء هاو الضو حتى واحد يهز 10 ريال باش يطيب تنزل ما تقضيلوش يا اختي شكون بيه الزوالي واللي ما عندوش هنا عندنا جهويات هاك المندوب الجهوية نتاع الصحة ولا نتاع حاجة برا شكيلة يشكي الواحد الربي سبحانه هو اللي باش يرزق هو اللي باش يعطيه انا راني كنت نصاب لهنا البلدية حرمت عليه عطينا بلاصة ما عندها في خنقة ما عندها سوى تخدم ولا ما تخدمش انا اعطيكم بلايص شادة كي فوق كسراتك ما عندها شفتي باش يلز المواطن ما عادش يتبتلهم ما عادش ينتخبهم ما عادش يتبتلهم شيء علاش خاطر البلاد راهي مشت يا الباجي يفيق يا الغنوش يفيق راكم تخافوا ربي حكومه ايامات بورقيبه وفيت بالوعد في بالك باش تنظف روحك ما نظفتش روحك خاطر الوعد صعيب قول خدمت وزير الداخليه خدمت سفير في المانيا خدمت مع الزين مجلس النواب شديت برشا بلايص شديت وزاره الخارجيه مع بورقيبه معناتها لهنا معناتها باش قطوس يلعب وفاري حاوس ما تجيش معناتها خليتوا الشعب فات وانت مكتتس عيب فيق راكم خديتوا برشا فلوس من الدول اعانات وهيبات ويني اعطيني المفعول نتاعها وين مشى هنا معناتها ما يرحم كان ربي وربي فوق الناس الكل خاطر حطيت يدك على المسح وقسمت اليمين راهو صعيب والواحد صعيب خاطر الوعد ما يعرفوا كان اللي صاحب الحق مش مشكله هني نصلي انا ونصرف وعايش نصلي ونصرف وعايش انت مرتاح الوظيفه ما عادش اشتر الخدمه خذتها المناوله كي السبيطارات خذتها المناوله المقاولين ويخدموا في العباد تحت الحيط كي البلديات كل شيء انت لهنا ماء وضو وعيشه اقول له ياسر رخص على الاقل في الضو والماء باش واحد على الاقل يتفرج فيك كي تبدا تخطب وماء باش يغسل وجهه الصباح كي يقوم رخيص والقفه رخيصه وبرو رموز زمانك واحد وواحد راهو كيتنحى واحد يبقى واحد انت تحكم في تونس الشعب راهو ماكش ما على بالكش بيه كان انت تضغط على العباد الكبار تسوى البلاد المستثمر كي يجي باش يحل لك معمل لهنا وفيه ضوء ويبدا يخدم في 500 خدام يتبعث له فاتوره ب 10 مليون ولا ب 15 مليون في الشهر كيفاش باش يخلص الخدام وكيفاش باش يعمل هو يولي يهرب لبلاد اخرى يمشي للمغرب يمشي للجزائر يمشي لموريتانيا يمشي يستثمر غاديك اخي البلاد فرغت وفيق الماء والضوء ولا غالي والمعيشه اكثر وقت زين تنجم تهبط وحدك ودور وتشوف اعتبر روحك ماكش رئيس هز قفه وبالشق تو تشوف انت كيفاش تو تهرب تجري الفلاح على بلاصته ولا يبيع ما عادش يهبط مرشي يقول عنده سمساره لهنا ربط بسلب 2500 تجيب 9000 ما انا عام جاي معناتها اخر 2019 بعد ما تسلموا الكرسي ولا كان باش ياخذوا انت باش تولي دجاجه بالكوموند تتكمنديه ما عند الدجاج قبل بشهر واحد حد الدجاج ربي ما هو شبعان به حاره العظام دينار